الرمز بيكون في لوحة المفاتيح. هلأ رح أورجيكم أمثلة. عندي ديسكتوب كمبيوتر اللي هي أجهزة الكمبيوتر المكتبية اللي هو الجهاز بنحطه على المكتب، مش لابتوب بنقدر نحمله وين مكان. عادي بيكون شاشة وكيبورد وماوس كله على مكتب. لابتوب كمبيوتر اللي هو كمبيوتر محمول بالعربي بنقدر نحمله، تعرفوا اللابتوب. كيبورد اللي هي لوحة المفاتيح، هي كيبورد اكيد كلكم بتعرفوا. كي اللي هو بيكون زي كي، بيكون هاي الكبسة بنسميها احنا. رمز بيكون عليه مثلا سواء حرف بالانجليزي او بالعربي، مثلا هاي حرف ام فهذا بنسميه كي، كلهم هدول كيز. وهذا اللي هو الكيبورد. عندي الماوس اللي هو الماوس اللي بحرك فيه، بطل حد يحكي فأرة، بس هي ماوس تعرفوه طبعا. مايكروفون اللي هو المايكروفون، بسجل عن طريقه صوتي، بشبكه مع اللابتوب او الكمبيوتر وبسجل صوت ريكورد، هذا بسميه مايكروفون. مايكروفون عندي برينتر اللي هي الطابعة تعرفوها. سبيكرز مكبرات صوت، اورجيكم مثال عليها زي هيك، هاي سماعة اوكي نسميها سبيكر. اذا بيكونوا تنتين بحكي عنهم سبيكرز، يعني سماعات او مكبرات صوت. واي فاي راوتر اللي هو موزع الانترنت اللي بنشبك في بيوتنا عليه الانترنت، وبصير يوزع لنا الانترنت، بنقدر نشبك من اي مكان في البيت او في الشركة اي مكان. شو ضل الكلمات؟ هدول هم الكلمات الرئيسية، انا متأكدة كلكم تعرفوهم بالانجليش بس عشان تحفظوهم واتأكد انكم فهمتوهم. هلأ بدنا نستخدم هاي الكلمات الرئيسية في جمل، استخدمها في جمل sentences عشان اقدر احفظهم منيح. اللي هي في كتابكم activity 2، طبعا انتم فاتحين page 44 صفحة 44. بدنا نحل activity 2، بحكي لنا listen and repeat the sentences، يعني استمع وعيد الجمل، match them with the pictures. هلا انا بحكي الجمل، طبعا انا مرتبتهم من A ل L، يعني مرتبين وجاهزين، فانتم بس اكتبوهم على الدفتر عشان تحفظوا الكلمات. عندي اول شيء picture A، I often play games on my desktop computer، يعني أنا بالعادة بلعب الألعاب games وين؟ على جهازي اللي هو بحطه على المكتب، شو سميناه؟ desktop computer. فالكلمة هيها desktop computer استخدمناها في جملة كاملة. اللي هي picture A هيها، اللي هي desktop computer، هيك بيكون شكل الشاشة. picture B، I use my laptop computer in the living room، يعني أنا بستخدم جهازي اللابتوب وين؟ في غرفة القعدة، لأني عادي بقدر أحمله هذا الجهاز أستخدمه وأشتغل عليه في أي مكان بدي إياه. I use my laptop computer in the living room. شو الكلمات اللي استخدمناها؟ اللي هي laptop computer، حطيناها بجملة كاملة. picture C، اللي هي حكينا الكيبورد، شو معنى كيبورد؟ اللي هي لوحة مفاتيح، قبل شوي ورجتكم إياها. Is that an English keyboard؟ يعني هل هاد لوحة مفاتيح باللغة الإنجليزية؟ شو استخدمنا؟ كلمة كيبورد، English keyboard. هاي الكلمات محطوط عليهم مربع عشان تحفظوهم. Picture D، you need to press the enter key، يعني أنت بحاجة أنك تضغط انتر كي، لهاي هاي الكيبورد. وين الانتر كي؟ هي بريس يعني تضغط عليه، هذا هو الانتر كي بنسميه. بيكتشر اي، ذا ماوس از نيكست تو ذا كمبيوتر، بوصف قاعده ان الماوس هو جانب الكمبيوتر، بجانب الكمبيوتر.
next to معناها بجانب. Mouse اللي هي اللي حفظناها قبل شوي. The mouse is next to the computer. يعني الماوس بجانب الكمبيوتر. عم بوصف مكانه. Picture if I can see a picture on the screen. يعني أنا بقدر أشوف صورة على الشاشة. شو معنى screen؟ يعني شاشة. أوكي أنا ما كتبتها هون. هي موجودة بالمربع. نكتبها بالعربي. شاشة. تعرفوا شاشة الكمبيوتر بس أو اللابتوب بسميها screen يعني شاشة. Picture جي عندكم بالصورة. No, that's wrong. You need to put the cursor there. يعني هذا الاشي اللي عم تعمله غلط. انت بحاجة انك تحط المؤشر هناك. Cursor معناها مؤشر. استخدمناها بجملة. Picture H. Has your computer got speakers? يعني هل كمبيوترك إله speakers؟ شو معنى speakers؟ يعني اللي ورجتكم اياهم مكبرات الصوت. هاي هون السبيكرز. فهيك انا عم بساله هل كمبيوترك إله speakers؟ بعدين picture I. Have you seen my new headphones؟ هاي برضو كتبناها هون. شو معنى headphones؟ اللي هي سماعات الرأس. Head من headphones من head لأن السماعات هاي بحطها وين؟ على الرأس. فheadphones بسميها. شفتوها؟ هاي هي السماعات. Headphones سماعات الرأس. Have you seen my new headphones؟ يعني هل شفت سماعاتي الجداد؟ Picture J. Please speak into the microphone. يعني من فضلك تحدث على الميكروفون اللي هو اللي بس اتفقنا بسجل عليه الصوت او بتحدث فيه عن طريق الكمبيوتر بسميه مايكروفون. Picture K. I printed my homework on the printer. يعني انا طبعت واجبي او واجب المدرسة homework on the printer يعني على الطابعة باستخدام الطابعة. شو معنى printer؟ اللي هي الطابعة اللي بنطبع فيها. آخر شيء picture L. Is the Wi-Fi router on؟ يعني أنا بدي أستخدم الإنترنت فبسأل حدا بقول له هل موزع الإنترنت أو الWi-Fi router on؟ يعني مضوي شغال. هاي هي الكلمات اللي مطلوب منكم تحفظوها. هيك بنكون حلينا السؤال activity 2 عشان تكتبوهم على الدفتر وتحفظوا الكلمات وبدي تحفظوهم بالإنجليش. انسوا معانيهم بالعربي. That's it for today and thank you.